اهلا بكم في هالفيديو. بدنا نعلمكن صوت الماني في هو حرفين، وهالصوت ما تعرفوه من العربي، صوت التس. الحرف التي تعرفوه من العربي كمان، مثل بالكلمه طاوله، وحرف الاس مثل بالكلمه كرسي. بس هالاحرف ما ينكتبوه مع بعض، وبالالماني هالصوت هيك ينلفظ. تو تي تو فيتس رايتس. وبشان تتعلمون شلون صوت التس ينلفظ، قولوا الكلمة كتاب، وجربوا تحطوا حرف الاس وراء التي بالكتاب، يعني حكوا كتساب، وهيك الصوت التس ينلفظ بلا كتير صعوبة. بالألماني الصوت التس بالأغلبية ينكتب في حرف التزت، ومرات مرات مثل بالأمثال ينكتب فيتس سكيتس ماتس شيتس ريختر تسونامي. ما في كتير صعوبة صح؟ يلا جربوا الفظوا هالكلمات كمان. تسش هاتس بوتس تسلت. شلون معك الدراسة؟ سهل ولا؟ ولا تنسون الحرف ينكتب بالست بس ينلفظ بالأغلبية. أوكي، مع السلامة وإلى مرة الجاي.